طيب يعني انا ما بحبش كلمه المفروض كان يعملوا كذا، يعني لان اللي بيتفاوضوا هم ناس على درجه عاليه جدا من المعرفه ومن القدره على التفاوض، وعندهم الاسس بتاعه ده، وهم عارفين القضيه. مش احنا على ترابيزه قاعدين بنقول كلمتين فبنقول المفروض كانوا يعملوا كذا، والمفروض كانوا يسلكوا الطريق كذا، والمفروض كانوا قالوا كذا، والمفروض مش عارف ايه. معلش، ما هي الواحد القانون، الواحد اتنين تلاته دول، الواحد اتنين تلاته دول اكيد اتعملوا واتعمل اللي اكتر منهم. لا 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 لا، ما قدمناش مذكره بموضوع ان هو ما خدش وقت الاختيار لحد دلوقتي. استني يا اميره، مش انت يا اميره اللي هتقرري وانت قاعده هنا ان هم عملوا ولا ما عملوش؟ بالتأكيد دي حاجات بتبقى، ده انت بتبقى دوله متحده، دي دوله، دي دوله في حته، يعني احنا في دوله، احنا في دوله فيها ناس مسؤوله عن الملف ده، واحنا عارفين ان الملف ده اساسه سياسي مش فني، وعارفين المشكله السياسيه اللي كانت من وقت مبارك مش من دلوقتي. على فكره وبعدين اتضخمت قوي وقت الاجتماع السري اللي كان مذاع على الهواء، وكلنا عارفين ده، وعارفين اثيوبيا هي ماشيه في مسلك سياسي مش في مسلك فني. الاختلاف دلوقتي هو الاختلاف على المكتب الفني والتقرير الفني اللي اتعمل، لكن المسار السياسي ما زال لسه مفتوح، ولسه الباب، ولسه شغالين في المفاوضات.